هذه كان يعني خارج بناء على تحت رقابة شرعية دقيقة، واستوفيت فيها شروط بيع المنافع، بمعنى أن المصرف مصرف كان مصرف الجمهورية في السابق عندما كنت في الرقابة قبل 2011، يعني كان يدير هذا العمل، بمعنى أن المصرف يبعث مندوبا إلى السعودية ويتعاقد مع أصحاب الخدمات هناك وأصحاب السكن، ويري مثلا يشتري 60 غرفة لتتسع مثلا لمئة شخص، ويدفع لهم المال، يؤجر هذه الغرف باسم المصرف ويدفع المال بالفعل، مش مجرد أن يتكلم معهم، يعني لا تكون مجرد مواعدة، بل المصرف يذهب ويتعاقد على إيجار هذه الغرف ويدفع المال لصاحب العمارة صاحب الفندق، ويتعاقد مع أصحاب السيارات أصحاب النقل وأصحاب الخدمات كلها ويدفع لهم المال، ثم يأتي المصرف ويعلن في بلاده ويعمل هنا في ليبيا ويقول أني عندي عرض لـ100 شخص يذهبوا العمرة بالتقسيط، كلفته العمرة، كلفته لما ذهب وتعاقد على السكن وعلى الإيجار كلفه المعتمر الواحد مثلا 500 دينار. يعلن هو هنا في المصرف يقول عندي فرصة لأن نبيع، يعني بيع مرابحة، بيع عمرة بيع مرابحة لـ100 شخص، كل شخص يدفع لي 700، يربح 200 في كل شخص. لو فعل المصرف هذا التقسيط بهذه الصورة قل له جائز ومشروع ولا بأس، وهذا من العون وهو عقد شرعي صحيح. لكن إذا كان المصرف لم يعمل شيء من هذا، إما يريد أن يعطيه مبلغ بالتقسيط، أعطيه 1000 ويأخذ منا 1200 ويأخذ منا بالتقسيط يذهب إلى العمرة، فهذا ربا واضح، ربا محض لا يجوز. وكذلك لو أن المصرف لم يذهب إلى السعودية ولم يؤجر هذه الأماكن ولم يؤجر الخدمات، وإنما استطلع سأل على الأسعار فقط، سعر الفندق كذا وسعر السيارة كذا، وزاد عليها الربح ولم يتعاقد ولم يدفع لهم مالا، وإنما جعل الأمر مفتوح وقال أي نعلن هل نحصل نخلصهم فيه، ولمن حصلاش ما نخلصهمش فيه. أقول لهم هذه مرابحة مزورة لا تجوز، حرام، وتحايل على الربا، هي حكم العقد الأول اللي هو مجرد قرض بفائدة. هذا هو الجواب.